إذن مي الوظيفة الأولى هي تعبير عن الطلب بأدب، وهي بتكون على شكل سؤال مي أي ومع أي، والثاني بيكون التعبير عن السماح باستخدام شيء أو بعمل شيء. النقطة الثالثة اللي كنت أنا بحكي عنها قبل شوية اللي هي less than 50% certainty، وهي هي شائعة كثير أيضا، إنه مي تستخدم للتعبير عن شيء محتمل، يعني مش متأكدين، 50-50 كما يقولون، حتى أقل من 50. Where is Ali? He may be at school. أين علي؟ هو ممكن في المدرسة. هذا ممكن في المدرسة، طيب ممكن في البيت، ممكن في المكتب، يعني أنت معناته بتحط احتمالات. إذا في حالة الاحتمالات، احتمال ممكن بستخدم مي. طيب هذا Where is Ali؟ الآن بسأل عن الحاضر أو المستقبل، للتعبير عن المستقبل بستخدم مي. لكن لو Where was Ali yesterday؟ أنت طبعا ما بتعرف، He may have been at school. هذا بجاوب على السؤال اللي طرحته أنا الآن قبل قليل. في حالة التعبير عن الاحتمالية، الماضي من مي بحط have وتصريف ثالث، may have been. عاود أعيد، maybe هذا present أو future، لكن may have been هو ال past. يعني بالعربي بنقول هذا يعني هو احتمال إنه في المدرسة، هذا بسأل عن يعني بعبر عن أمس مثلا وين كان علي، احتمال إنه كان في المدرسة، واحتمال إنه كان في المدرسة، لاحظ كيف؟ احتمال إنه كان في المدرسة أو في البيت أو في المكتب، فهو بتحكي عن احتمال في الماضي. كيف بعبر عنه؟ بحط بعد have، بعد may have وتصريف ثالث، may have وتصريف ثالث. لاحظ إنه might، يعني أنا عشان تكون الصورة واضحة خليت نفس الأمثلة. Where is Ali? He might be at school. Where was Ali? He might have been at school. فهذا المثال يدل على إنه might، يدل على إنه might و may في حالة الاحتمالية إلها نفس الوظيفة، إلها نفس الوظيفة. إذا might تستخدم للتعبير عن احتمال أقل من 50%، وتستخدم في المضارع الحاضر والمستقبل، والماضي من might هو might have وتصريف ثالث. نأخذ أمثلة. May I borrow your laptop tomorrow؟ ممكن أنا أستعير اللابتوب، الجهاز الكمبيوتر المحمول غدا. هذا طبعا may I polite request. You may use the copier today. ممكن تستخدم الناسخة اليوم، ممكن يعني مسموح، هذا permission. It may rain tomorrow. احتمال يعني أقل من 50%، أو it might rain tomorrow. إذا may و might نفس الاستخدام، بيجي بعدهم verb one للتعبير عن احتمال في المستقبل أو الحاضر. الآن نأتي إلى التمرين ونشوف كيف ممكن فهمنا المودلز وشكلها. طبعا أخذنا على شكلها تمرين، لكن هذا التمرين على وظائف واستخدام المودل فيربس. Underline the correct answer in the following. Ali is very strong. Ali is very strong. He can ولا he may carry that heavy box. طبعا نعبر على الابيليتي هنا. ليش؟ لأنه في عندك very strong و heavy box، معناته بده واحد قادر، وبالتالي كان. لأنه مي احتمال فقط، ما فيها مقدرة. Ali was very strong. He can ولا he could carry. Ali was، كان، معناته كان was هذا ماضي، إذا أخذ الماضي اللي هي could. إذا could هي الصح لأنه مقدرة في الماضي. I'm sure Selma will might get above 95% on that test. قلنا will تستخدم إذا كنت متأكد، وهان بقول لك I am sure يعني متأكد سلمى سوف تحصل على 95 أو فوق 95 في الاختبار. إذا التأكيد على شيء في المستقبل نستخدم will. سلمى will أو might get above 95% on the test. I am not sure، أنا مش متأكد
إذا مش متأكد معناته بتستخدم مي أو مايت، ما في مي إذا نستخدم مايت. إذا مايت الصح. علي وأحمد عندنا حوار بينهم، علي بقول could I borrow your pen please؟ أحمد بقول sure، ولا بقول will I borrow؟ طبعا مع I نستخدم could لأنه هذا طلب، could I borrow، والدليل قال له sure. صالح has bought the ticket، he أها جهز التيكت، معناته will ولا going to؟ طبعا he is going to، صحيح he is going to مش will، لأنه قلنا إذا في خطة مسبقة لازم نأخذ going to. may I ولا will I use your mobile please؟ طبعا الجواب صحيح may I، لأنه طلب بأدب نستخدم له will. هذا هو الجزء الأول من محتويات الدرس الثاني عشر اللي هي Modal Auxiliary Verbs. بهذا أعزائي المشاهدين أحبائي الطلبة نأتي إلى نهاية الدرس الثاني عشر من برنامجكم دورة في اللغة الإنجليزية. هذا خالد الخطيب يحييكم وإلى اللقاء.